عندما وصلت للإمام أخبار الكوفة ومقتل مسلم، بدأت مرحلة جديدة في مسار حركة الإمام الحسين عليه السلام. فخشية أهل الكوفة من سيوف بني أمية وقدوم ابن زياد عليهم ألزمتهم مخاوفهم، فقبعوا وتألبوا عن نصرة إمامهم. ومع علم الإمام التام بمصيره المحتوم، إلا أن ذلك لم يثنه عن استكمال تكليفه الإلهي. فبدأ يطلب النصرة في كل بقعة نزل فيها، فأكثر الناس مضت معه طمعا به، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأمر سيستقيم له. وبدأت استعدادات الحزب الأموي لمواجهة الحسين عليه السلام وملاقاته قبل وصوله إلى الكوفة. فقدم إليها عبيد الله بن زياد، فأخذ على الإمام كل المراصد والمسالح والثغور، ووصله كتاب يزيد يأمره بتشديد الحراسة وقتل من يظن فيه موالاة للحسين. فأمر قائد شرطته الحسين بن النمير بقطع الطريق بين القطقطانية وخفان. سار الحسين تاركا أم القرى ينحو العراق بميامين الورى، وقد أتى بسيره منازل حصباؤها قد فخرت شهب السماء. يا ناقتي لا تذعري بل شمري للسير في ركب الشهادة والإباء. وصل الإمام إلى منطقة تسمى سبلة، وهناك ورده خبر مقتل عبد الله ابن يقطر. وكان قد أرسل مسلم معه كتابا إلى الحسين، وعلى طريق القادسية لاقت عليه شريطة بن النمير فقتلته. وهناك جمع الناس وقام فيهم خطيبا فقال: ألا إن أهل الكوفة وثبوا على مسلم وهانئ، فقتلوهما وقتلوا ابن يقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف من غير حرج. سكت الجميع وجعلوا يتفرقون يمينا وشمالا. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشه، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. لم يبق مع الإمام إلا أصحابه الذين جاءوا معه من مكة، وعددهم 72. وبذلك لم يرد الإمام كثرة العدد، بل أراد أن يصحب الخلص منهم، فقالوا له: والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ونذوق الموت غصة بعد غصة. فما لبالركب إلى ذي حسم، فما لبالركب إلى ذي حسم
وجاءه الحر فكان الملتقى قابلهم بخلقه السامي كما سقاهم من غب ذلك الظما صلى الحسين الظهر مؤتم به الجيشان والحر بمولاه اقتدى مؤتم به الجيشان والحر بمولاه اقتدى. السلام عليك يا ابن بنت رسول الله. وعليك السلام، من أنت يا عبد الله؟ أنا الحر بن يزيد الرياحي. يا حر، ألنا أم علينا؟ والله يا ابن بنت رسول الله لقد بعثت لقتالك، وأعوذ بالله أن أحشر في قبري وأكب على وجهي في النار ودمك في ذمتي. يا أبا عبد الله ارجع إلى حرم جدك. أين تذهب؟ فأنت مقتول. إني لم أؤمر بقتالك، أفارقك حتى أقدم بك على الأمير بن زياد، وأنا والله كاره لهذا. يا أصحاب، احملوا النساء ليركبن حتى ننظر ما الذي يقدر أن يصنع هذا وأصحابه. يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب صاحب ومطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي وكل حي سالك السبيل. Thank you.
ومضى الإمام الحسين، وسار الحر بجيشه جنب قافلة الإمام إلى أن حل وقت صلاة الظهر، فأمر المؤذن برفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. نادى الإمام: يا حر، أأصلي بأصحابي وتصلي أنت بجيشك؟ فأجابه الحر: بل نصلي خلفك يا ابن رسول الله. بأبي بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سر العوالي، يا عنه والنبل وقفتاي الأشباح، أدركوا بالحسين أكبر عيدا، فغدوا في من الطفوف أضاحي.